منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتسلم رسميا جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهودها من أجل جعل العالم خاليا من أسلحة الدمار الشامل. وأقيمت مراسم حفل تسليم الجائزة في أوسلو بعد أن أعلنت لجنة جائزة نوبل في تشرين الأول أكتوبر الماضي فوز المنظمة بالجائزة للعام 2013 نظرا للجهود التي قامت بها في سوريا. المدير العام للمنظمة يقول: كانت تحركات الموظفين في سوريا خطيرة جدا، وحتى اليوم لا نستطيع التحرك أو العمل بطريقة آمنة. لذلك نأمل أن مرحلة نقل السلاح ستتم بطريقة سلسة. وتزامن تسليم جائزة نوبل للسلام مع مراسم تأبين المناضل الراحل نيلسون مانديلا الذي فاز بالجائزة ذاتها عام 1993. وقال رئيس لجنة نوبل للسلام: قبل 20 عاما وقف نيلسون مانديلا على هذا المنبر ليتسلم جائزة نوبل بالاشتراك مع فريدريك دي كليرك بعد انتصارهما على الفصل العنصري. مانديلا رفض الاستسلام ولم يرغب بالانتقام أبدا، إنه مثال لأكبر الانتصارات البشرية. وتشتمل جائزة نوبل على ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغ 8 ملايين كرون سويدي.